أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من صحافة المساء، نستعرض فيها الأخبار والتقارير المنشورة في بعض المواقع المحلية والعربية والدولية في الشأن اليمني. البداية من موقع المهرية نت، والذي نشر خبر العقوبات الأوكرانية على أشخاص وكيانات تحول دون تحقيق السلام في اليمن، ومنها جماعة الحوثي، بعد أن صدق رئيس البلاد فولودمير زيلينسكي السبت الماضي على مرسومين رئاسيين بفرض عقوبات على مالي واليمن. ولاقى هذا الإعلان ترحيباً من سفيرة اليمن لدى بولندا والسفيرة غير المقيمة لدى أوكرانيا ميرفت مجلي، حيث قالت إن قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المعرقلة لمساعي وجهود السلام جاءت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 للعام 2014. إلى الخليج أونلاين، حيث نشر خبر زيارة المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي لندر كينغ لدول الخليج، والتي بدأها أمس الاثنين، ومن المقرر أن تستمر حتى 3 مارس المقبل، وسيلتقي فيها مسؤولين لبحث إنهاء الصراع في اليمن وإيجاد حل سياسي دائم والإغاثة الإنسانية للشعب اليمني. الموقع قال نقلا عن بيان الخارجية الأمريكية أن الزيارة ستشمل لقاء مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث، والذي يزور السعودية لمناقشة آخر التطورات ومن أجل الوصول إلى توافق لإنهاء الحرب. في المصدر أونلاين نتابع تصريحا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، قالت فيه إن أكثر من 1500 أسرة نزحت جراء تصاعد القتال في محافظة مأرب واقتراب المواجهات من بعض المناطق ومخيمات النزوح. وقالت الوحدة إن مئات الأسر نزحت خلال الأيام الأخيرة من مديرية صرواح غربي مأرب بعد اقتراب المواجهات من مخيمات صوابين والهيال على ضفاف وادي ذنة وسد مأرب، إضافة لحالات نزوح من مديريات رغوان والوادي والجوبة. ويتزامن هذا الإعلان عن عدد النازحين مع وصول المنسق العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ويليام جريسلي إلى العاصمة المؤقتة عدن للقاء رئيس الحكومة ووزراء. ومن المتوقع أن تستمر الزيارة حتى السبت المقبل، وتتطرق لعدة مواضيع بينها الشأن الإنساني. إلى القدس العربي، والتي نشرت تقريراً لمنظمة هيومن رايتس ووتش يؤكد احتجاز عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي للصحفي عادل الحسني منذ نحو 6 أشهر. بحسب تقارير نقدية قالت المنظمة إن الإمارات انزعجت منها. وقالت رايتس ووتش إن الانتقالي يحتجز الحسني منذ سبتمبر 2020، وقد تعرض للتهديد والضرب. ورجح مصدر للمنظمة أن احتجاز الحسني جاء بعد تهديد تلقاه من أحد الضباط الإماراتيين على خلفية تقارير حول دور الإمارات في اليمن. وقال الموقع إن بيان المنظمة دعا الانتقال إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحسني، ما لم تكن قد وجهت إليه تهمة مناسبة ومعترف بها، وطالب بالتحقيق واتخاذ الإجراءات بحق المسؤولين عن تعذيب الصحفيين أو إساءة معاملتهم بأشكال أخرى. في وكالة سبوتنيك الروسية تساؤل عن توافق الرؤى الإيرانية والأمريكية حول ضرورة وقف الحرب في اليمن، حيث نشرت الوكالة تقريراً عرضت فيه بيان الخارجية الإيرانية استعدادها للوساطة والقيام بأي دور من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية بعد التوجه الأمريكي والأوروبي للأمر ذاته. وتتهم إيران بالوقوف وراء موقف الحوثيين بالتصعيد العسكري وعدم التجاوب مع الجهود الدبلوماسية. كما زار المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث طهران مؤخرا لبحث إمكانية مساهمة إيران في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام،
لكن بعض الآراء والتي عرضتها الوكالة استبعد أن يحدث توافق إيراني أمريكي بشأن اليمن على المدى المنظور، وبالتالي فإن السلام سيظل حلما خلال هذا العام مع ظهور بوادر معارك جديدة. في الجزيرة نت نتابع ما كشفه تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن بأن 5 ملايين شخص يواجهون ظروفا طارئة في ظل الأزمة الإنسانية والتي تعد الأسوأ في العالم، و 66% من السكان بحاجة إلى المساعدات أو الحماية. وقال الموقع أن أرقام الأمم المتحدة الجديدة تشير إلى زيادة في سوء التغذية الحاد وسوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة تتراوح بين 16% و22% على التوالي مقارنة بالعام الماضي بين الأطفال دون سن 5. وباتت هذه الأرقام من بين الأعلى لمستويات سوء التغذية منذ بدء الحرب في عام 2015، وأضاف أن العديد من العائلات تضطر إلى تقليل كمية أو جودة الطعام، وفي بعض الحالات تضطر العائلات إلى القيام بالأمرين معاً، كما أن محافظات عدن والضالع وحجة والحديدة ولحج وتعز ومدينة صنعاء من بين المحافظات الأكثر تضرراً. قال موقع العربية الجديد أن القوات الحكومية والمقاومة يخوضون معارك فاصلة في ظل غياب القائد الرمزي والملهم، فيما النشاط العلني للرئيس عبد الرب منصور هادي وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة أيضاً حول تسلم أوراق السفراء وتفعيل علاقات الصداقة. وإلى جانب هذه المهمة يقول الموقع أن الرئيس هادي ظهر علناً في مناسبات أخرى أثناء استقبال المبعوث الأمريكي الجديد تيموثي لندر كينغ، رغم مطالبة مستشارين وبرلمانيين بالدعوة للنفير العام وضرورة وجود خطابات يتجاوز الخلافات ويرفع معنويات الجيش. وتابع العربي الجديد قائلاً: الأمر يحتاج فقط إلى إظهار نوع من التقدير للتضحيات الكبيرة والتي تقدم بشكل عفوي، مستدركاً من الظلم القول إن هادي يبدو لا مبالياً بما يدور في مأرب، أو أن هناك من أقنعه بالوقوف موقف المحايد. قد بعث خلال فترة المعارك بسبعة برقيات عزاء في وفاة قادة بالجيش الوطني. إلى الخبر بوست والذي نشر خبر حادثة حريق في مخزن للمشتقات النفطية والتابعة لأحد تجار السوق السوداء في مديرية القفر شمال محافظة إب بعد أيام من حوادث مشابهة في عدة محافظات. الموقع نقل عن شهود عيان إن الحريق اندلع في سوق الحرية بمنطقة رباب بمديرية القفر شمال محافظة إب، وأحدث خسائر مادية كبيرة في محلات تجارية مجاورة لمحل مخازن المشتقات النفطية، إضافة إلى إصابة 2 آخرين بحروق مختلفة. ووقعت مؤخرا عدة حرائق في عدن وصنعاء والبيضاء والحديدة في محطات بيع الغاز والأسواق السوداء للمشتقات النفطية، وأوقعت خسائر بشرية ومادية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام صحافة المساء. إلى اللقاء.